مشاهدينا، وللحديث عن الأجواء الانتخابية في العراق معنا من العاصمة بغداد داود السعدي الخبير الأمني. سيد داود، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذا ما هي أبرز الاستعدادات سياسيا وأمنيا لبدء عملية الانتخابات؟ يعني بما يتعلق بالإجراءات الأمنية، اتخذت العديد من الإجراءات بما يتعلق بحماية محيط المراكز الانتخابية، ولاحظنا ذلك من خلال وجود قوات أمنية بالقرب من المراكز لحمايته، وهذا ما لوحظ أيضا خلال عملية الاختراع الخاص التي جرت يوم أمس واستمرت يعني حتى موعد غلق الصناديق في الساعة السادسة. هذه العملية جرت بسلاسة، يبدو أن الوضع الأمني فيها كان مستقرا في عموم مناطق العراق وخاصة في العاصمة بغداد. جرت العملية بسلاسة، لم يجري أي خرق أمني ولم يؤشر أي خرق أمني، باستثناء بعض الخروقات التي حصلت وهي خروقات فنية تتعلق بموضوع الصناديق وانسيابية الذين يقومون بعملية الاقتراع، ليس أكثر من ذلك. أما بما يتعلق بالوضع الأمني فيبدو أنه أهدأ من الانتخابات التي سبقت خلال 4 سنوات، ويبدو أن العمل الاستخباراتي هذه المرة أخذ بدلوه لتكون جميع المناطق مؤمنة، حتى أن بعض المحافظات وبعض القيادات الأمنية رأت بأنه لا ضرورة لإجراء حظر كامل للتجوال أو لسير المركبات في أغلب المناطق، باستثناء بعض المناطق التي قد تشهد أو هناك مخاوف أن تشهد وضعا أمنيا غير مستقر خلال عملية الاقتراع العام. هذه المناطق هل من إجراءات أمنية مشددة أكثر من غيرها سيد داود؟ بالتأكيد يعني هناك إجراءات أمنية، يعني هذا حسب معلوماتي، أنا لم أشاهد أغلب تلك المناطق لأنها بعيدة بعض الشيء عن العاصمة بغداد، كما في ديالى أو الأنبار أو الموصل أو مناطق ربما الناصرية والسماوة أيضا والديوانية، وهي مناطق توجد فيها بعض العناصر ربما المسلحة والميليشيات التي هناك مخاوف أن تقوم بالتدخل فيما يتعلق بالاقتراع العام. لكن أنا أعتقد بأن هذه المخاوف هي ضئيلة جدا، لأنه هناك إجراءات أمنية والقوات الأمنية اليوم هي أكثر دقة في عملها وأكثر ربما سيطرة من قبل القيادات الأمنية على المقاتلين، ما يجعل انسيابية العملية الانتخابية ستكون أسهل. لكن كما ذكرت هناك بعض الأمور الفنية التي حصلت ربما قد تعكر صف العملية الانتخابية. سيد داود، هل من بوادر لمشاركة واسعة من العراقيين في عملية الاقتراع والانتخابات؟ يعني من الصعب التكهن حتى هذه اللحظة بمدى المشاركة، لكن أنا أعتقد بأن نسبة المشاركة التي جرت بما يتعلق بالاقتراع الخاص وهو القوات الأمنية والسجناء والمرضى أشرت ربما نسبة معقولة، تراوحت ما بين 40 تقريبا إلى 67%، وهي نسبة مقبولة بعض الشيء. أنا أعتقد بأن هناك رغبة حقيقية من العراقيين للمشاركة من أجل التغيير بشكل عام، إن لم يكن هناك بعض المعوقات. يعني هناك بعض المناطق ربما المراكز الانتخابية بعيدة بعض الشيء، ما تجعل المواطن يعزف عن الذهاب إلى المركز الانتخابي، إضافة إلى موضوع النازحين. يعني هناك مراكز انتخابية للنازحين يبدو أن المفوضية لم تحسب لها الحسبان، وكانت هذه المراكز بعيدة عن مخيمات النازحين كما في ديالى والأنبار وبعض المناطق الأخرى. أيضا ربما بعض المناطق قد تشهد عزوف بسبب وجود صعوبات لتنقل المواطنين بين محافظة وأخرى وقضاء وآخر، لكن قد تتمكن القوات الأمنية من التغلب على هذه الصعوبات من خلال القيام بنقل المواطنين من مناطق إلى أخرى، ليتسنى لكل المواطنين الإدلاء بأصواتهم. موضوع المشاركة في الانتخابات هو موضوع شخصي لا يمكن التكهن به، لحد آخر لحظة من الممكن أن يقرر المواطن أنه سيشارك أو لن يشارك. لكن من خلال اطلاعك وتواجدك في العاصمة سيد داود، هناك نقطة مهمة يعني يجب التعرف عليها في هذه الانتخابات. لا يمكن تمديد الانتخابات، يعني في الساعة السادسة من لم يتمكن من الوصول إلى صندوق الاقتراع ووضع الورقة لن يتمكن من وضعها بعد ذلك، لا يمكن، لأن جميع الأجهزة قد تم وضعها بطريقة معينة فنية تغلق في الساعة السادسة إلكترونيا، وبذلك لن تتمكن المفوضية من تمديد وقت الاقتراع. طيب، لذا يعني لا يمكن ربما التغلب على هذه الصعوبة التي في الانتخابات السابقة تمكنت المفوضية
من تمديد الانتخابات لمدة ساعة وربما في بعض المناطق ساعتين للتمكن من السماح للزخم الكبير بإجراء الانتخاب. أنا من خلال وجودي في العاصمة بغداد أعتقد بأن نسبة المشاركة ستكون معقولة نوعا ما، لكنها ليست كبيرة يعني. طيب بالنسبة لمشاركة النساء في هذه الانتخابات سيد داود، هناك مشاركة ملحوظة وواسعة أكثر من الانتخابات التي مضت والتي سبقت أيضا، خاصة في العاصمة بغداد وفي المحافظات الشمالية. كيف يتعاطى العراقيون مع الدور النسوي في هذه الانتخابات؟ حقيقة يعني بما يتعلق بالدور النسوي، هناك ضمن قانون الانتخابات العراقي موضوع الكوتة، وبالتالي يجب أن يصعد عدد من النساء إلى البرلمان. أنا أعتقد بأن مشاركة المرأة سواء في الانتخابات أو عدم مشاركة لا تحدد عدد النساء اللواتي سيكونون في قبة البرلمان. هناك العديد من الرجال وكذلك في التصويت الخاص قاموا بانتخاب نساء، هم يعتقدون بأن النساء ممكن أن تكون ممثلة لهم في البرلمان أفضل من بعض الرجال، خاصة وأن هناك من أكد بأنه لن ينتخب الفاسدين ولم ينتخب القوائم التي كان فيها فاسدين، وبالتالي سنلاحظ ربما تغيير في تسلسل القوائم. يعني هناك بعض القوائم في الاقتراع الخاص كانت لها المقدمة، في حين تراجعت قوائم أخرى إلى ربما مستويات غير متوقعة، وبالتالي لا يمكن التكهن بنتائج هذه الانتخابات مسبقا أو مدى مشاركة المرأة، لكن المرأة لديها كوتا، وبالتالي سنشهد وصول نساء إلى البرلمان في العدد الذي حددته الكوتا، أي لا يمكن تغيير عدد النساء بشكل أو آخر يعني. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من بغداد، حدثنا السيد داود السعدي الخبير الأمني.